الكوسة لها فوائد كثيرة للبشرة والقلب، ومن أفضل الخضروات في فترة الرجيع. لذا بنقدم لكم اليوم خطوات عمل الكوسة المحشية بطريقة مبتكرة وبسيطة، وإليكم المقادير. نقطع أطراف الكوسة ثم نقسمها نصفين بالطول، ونبدأ نجوفها بملعقة صغيرة حتى تكفي للحشوة، أو يمكن نشتريها جاهزة مفرغة من السوبر ماركت. بعدها نخلط لب الكوسة، لحم مفروم، بهارات، ثوم وملح، ونحشي فيها الكوسة. في الخلاط نضع الطماطم، صلصة طماطم، نعناع مجفف، ثوم، والموية، زيت، ونخلطهم جيدا. ثم نقوم بتوزيع شرائح البصل والفلفل البارد في صينية الفرن، ونصف الكوسة المحشية فوقها. ونضع عليها الصوص الأحمر، وندخلها الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة 180. وبالعافية.